احمد اهلا وسهلا، تسمعنا الان؟ هاتم طيب. جيد، حصل شنو يا احمد؟ نعم. ولا مين انا الخبر؟ اهلا وسهلا احمد. خلينا نعزمك على السؤال، وانت دائما عزام وكريم. احمد، تابعنا امبارح الدور الامريكي والاحتياط الفيدرالي ورفع الفائده، اليوم برضو حنلعب في الدوري الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي هذه المره. الى اي مدى تتوقع حدوث ربما رفع في مستويات الفائده، وما هي المستويات في تقديركم؟ نعم طيب، عندما ننظر الى بنك اوروبا تحديدا يواجه اقتصاد شائك على ما اعتقد اكثر من الاقتصاد الولايات المتحده الامريكيه. 5.5% هو التضخم الرئيسي والتضخم الاساسي العالق الراسخ في الاقتصاد. 5.5% انخفاضات او تباطؤات من الذروه 5.7%، اي ان الاتحاد الاوروبي او بنك اوروبا لم يحصل على انخفاضات للتضخم بشكل كبير للتضخم الاساسي. عندما ننظر فبكل تاكيد المخاوف من اقتصاد او تضخم راسخ في الاقتصاد وارده بالنسبه لبنك اوروبا، فبالتالي 25 نقطه اساس على ما اعتقد وارده بالنسبه لبنك اوروبا، لما لا ان يكون هناك تقدم اكثر في عمليات رفع اسعار الفائده. لكن الطيب، هناك انقسام نوعا ما في مجلس بنك اوروبا، بعض الحماميين قد ظهروا في التصريحات الاخيره من اعضاء بنك اوروبا يطالبون بان تكون عمليه رفع اسعار الفائده اليوم هي الاخيره، لكن على ما اعتقد ان كريستين لاغارد لن تتوقف عن رفع اسعار الفائده، المهمه لم يتم انجازها لحتى الان للسيطره على التضخم، فبالتالي 25 نقطه اساس مع عدم التوجيه المستقبلي الا كما فعلت جيروم باول بان يكون متابعه البيانات الاقتصاديه لتوجيه دوره تجديد السياسه النقديه، لكن 25 نقطه اساس واخرى على ما اعتقد هي الارجح. طيب احمد عزام، محلل الاسواق الماليه في ايكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.